فهمتي؟ ايوه، الحكم الاول باك تجيبي لي مثلا صابون سائل اليدين، حكم قال لك الحكم الثالث. اجيب كل واحد لحاله ولا اذا قلت لي اروح اقوم اجيبهم؟ ايوه اذا قلت لك تجيبي، فهمتي؟ يلا بجيب صابون. لا مو كذا، لا هذه راح تتجول. كبيرة السن، عودي عودي يا كبيرة السن. عديل راح تتجولي، مو كذا الشيء، لازم بسرعة وربع قبل ما توصلي وتروح تجيب الصابون. طيب هذا هو. لا لا، حبة الرشاقة، طلعت رشيقة، ظلمتك وربي. الحكم أخضر. الثالث تجيبي لي شيء لونه أخضر. شوف الغباء يا وراكي قاصر اعطيت سوج، ايش تبين انت؟ دحين، يعني قاصر سبه، قصدك انت تنقصي ايوه انك يعني صغيرة من تعقل، القواصر. احنا فئه من المجتمع، رغم اني مو قاصر بس مو من يعني حقك. دحين كبيرة اذا انا السن جيت قلت لك كبيرة يا السن، يعني الاربعينيه يا الاربعينيه، دحين حتزعلي يعني اعتبرها سبه؟ كبيرة لا مو السن ما سبه. يسبه، طيب انا قلت سبوها ما كبيره السن، يسبه. بس انت قلتيها بنبره اللي يا قاصره كذا، يا حثاله يا صغيره، لا فهمتي؟ انا قاعدة ارد على نفس كلمتك قبل شوي، شو لا لا، شخصيتك غلطت غلطت غلطت، امزح، هذه وضعية الشخص انا عندي، آه. ترى امزح والله، لازم تعرفي هذه الشخص انا، مو شخص انا الحين حقيقية. انت جاي تقعد وراكي سنافخين، هات الجوال ويلا على الفراش، انا غلطانة اللي اسولف معك، يلا على الفراش وما لي روحه معي، يلا من زين روحاتك، كلكم كبار سن وسواليفكم. والله زوجي جاب لي طقم الذهب هذا، شوفي هذا الحلق، اي والله ام محمد ما جابونها، هذه ماخذه التبسي حقي من رمضان، ما جابت مواعيني، سواليفكم تجيب الاكتئاب. مع ذلك تروحين تسمين حافظتها. اكيد اكيد المسجل لازم يسجل، عشان ايش؟ اوصل الكلام للوالد. قصدك صار صديقات امك، لان انا ما عندي ناس. لا بالله، انت قلتي حافظ السوالف، اقول نفذ الاحكام لا يكثر هرجك. ولفت كنت تستهبلين علي. ليش استهبل؟ الحكم الاول جيبي صابون، الحكم الثاني علاقه. صابون روان هذا نقالة علوم، لما كنت صغيره كنت ايوه، اما دحين لا. علاج دقيقة 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 محمد اعطاكم عقل. ركضت عشان ما تبكين والله علي. كفو. خلاص باقي حاجتين، بسوي لك باقي خصم حاجة لانك من كنت التعليقات، مؤدب. باقي بقول شيء لك شيء بالخصم. واحد، الحكم الثالث ابغاك تجيبي لي خاتم. هد شاطر وربي بتقلب جد، خلوها تقلب جد يعني عادي. كنت مؤدبة ولا مؤدبة؟ سمي. الله حبيته، من جاب لك يا يجنن؟ ما شاء الله، والله اشتريته. جو الامرأة اللي تجيب كل شيء اللي تخلي لها في نفسها وما تنتظر أحد يجيب لها، الامرأة المعتمدة على نفسها. نلعب جولة تانية، ايش رايك؟ باقي شيء. خلاص خليت 4 أشياء لأنك كنت مؤدبة ومحترمة وكفو. شكرا انك رضيتي عني سامحك، الله مشاهدة يسعدك، أكيد عشان ربي يوفقك. يا حبيبتي. الله يسعدك، لعبت معك كم مرة بعدين انت صرت مغرورة متكبرة حركات المشاهير. شايفة كيف يا أخي؟ تغرني الدنيا، تغرني المتابعين، يعني لازم إني أغتر وأتعجرف والله انتم وأشوف مشاهير نفسي قسم بالله تراكم مشاكل والله. كذا. إحنا شفتي كيف إحنا المشاهير؟ ما حد يحبنا، ما أدري، بس لا اليوم لا كذا حبيت إني أتواضع وأدخل معاك، يعني فهمتي؟ انت متواضع. شايفة؟ عشان يعني ما تقول إني في حالة الطغيان دائما. زين اذا صار هذا اخر قسط راح اعطيك حوائج. ايش يعني صدق انا حوايج؟ اتكلم عن الزواج، انت ما تحبين الزواج، انا استخدم حوايج انت ما تستخدمين حوايج. ايش حوايج؟ ملابس؟ انت ايوه انت متنمره وانا على النيات، الا احس ما راح. لا بالله، على نياتي وانت تدوسي السم في العسل؟ عارفين هذي اللي انا على نياتي مسكينة وكل الناس تظلمني من حالي، تستس دقيقة بابي الريق وعلكم على ظلمون، أولهم روان بكم وصلتها. باب الريق مرة، عشان أنا بقول لكم على قصة ظلمي وهي أكبر ظالمة. أنا هذه تقول لأبو الهول قوم وأنا أجلس مكانك من الظلم أسعد وتسوي نفسك بريء. صدق أنا وياك أكثر ثنتين نتنافس على التنمر في البرنامج.
مو على التنمر. ايوه، كملي مواضيعك، احس مواضيعك شيقه. قولي لي وجهات نظر اشوف انا ليش اوافقك ولا لا. ما طيرت خمس سنات؟ ايوه هذا جحادين الطيب هم اللي ما اقدر اتحملهم. انا السبب الاول اللي ما اقدر اتحمله صراحه الخيانه، لانه يعني اكثر من مره تعرضت لهذا الشيء. ف ايش مفهوم السلام. الخيانة عندك روان؟ ايش يعني كيف تصنفين ان هذه خانتك؟ يعني يخان يخونني؟ يعني مثلا صديق لما بسولف انا وياك عن صديقتك تقولين صديقتي خانتني، ايش الشيء اللي اذا سوته تصنفينه خاينة؟ فهمتي؟ يعني خانتني، يعني خيانة. يعني خيبة. يعني توعدت انت فيها تروحون المول وما جت فتسمينها خاينة؟ غدر الأصدقاء. كيف تصنفينها غدارة؟ غدار. كيف؟ البحر غدار. اشترت نفس فستانك تسمينها غدارة، فهمتي؟ لا ها؟ دقيقة بس شوني، يعني تكون غدرت فيا، فهمتي؟ يعني كذا نكون صحبات غدرت. طب كيف غدا تغدركم؟ يعني كذا تكون جالسة غدرت، يعني فشت أسراري للناس، تكذب عليا. يعني انك قالت كلام ايوه زي كذا. الوقت كالسيف طلع البدر علينا. الحكم الأول اوكي ما تلعب جولتين غريبة، توقعت تطلعين روحي. جولتين، خليها جولتين. ايوه صح، انا لعبت معاكي جولتين. يلا هدي لي، اسأليني اسئلة محرجة. مو محرجة محرجة محرجة، وسط. أي تبغين أسئلة شخصية يعني عادي مثلا ولا لا؟ شخصية مو شخصية كذا، عائلية، مو عائلية بس يعني أسئلة مو انه عائلية كذا يعني. اوكي اسألي انا اشوف اذا بجاوب يا بجاوب، خرا. اذا ما إذا بجاوب ما بجاوب بجاوب، ترى انا ما اخاف. يلا وش بتدخلين الجامعة؟ وش تخصصك؟ اسنان. في وحدة كانت، أنا بخلي والله لا خليها تردي، والله ما ردنا. في واحدة اسمها سمو تقول تحبين؟ انا انه احب كذا علاقة بيني وبين شخص كذا، صحيت اكلت غار عليك زي كذا ولا كيف؟ ماني فاهمة أنا كذا أعتقد قصدها. كمان كذا قصدها اسألك يعني حب كذا؟ إيه. سلامات يا كوكو، سلامات سلامات. اصلا انا بذا الاسلوب ما اقدر احب، انا انسانة يعني ما عندي طول، ما اقدر اداري احد، ما اقدر اهتم في احد، فما مستحيل، لا ولن يحصل ولن احب. قال الدبل 230 طب باخذ الدبل، اسئله من اللي كاتبين، عرفتي؟ عادي عادي. قال الدبل من المشهور اللي ما تحبينه؟ اللي ما اقدر اقول. يلا نحكي شكرا، قفلوا الدبل غاز، يلا نزلوا اي شيء على الدبل. دبل 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 الدبل. Thank you, no. كل اللي في الكومنت نعم حصل حصل حصل. مشهور ودك تدخلين معه؟ ما في مشهور نفسي ادخل معاه. Thank you, غانم. غانم اكتب احكامك، بحكم على روان. قاس شدوا شيروا البث، شيروا. اتوقع ان كلامها واضح، قالت ما تبغى تصير شخصية. فإذا أنت يعني بنت أبوس روحي اكتب الكلام ده.
ايش طموحك؟ أصير يعني مليارديرة. هجين كم عمرك؟ أحسك كذا في بعد تكون العشرينات. بصير 30. يعني عمرك 29؟ أقص يدي من هنا. قصي مواليد 14/3/1993. عمرك 29؟ كم تبي انت؟ كم تمرين انا؟ لا لا مستحيل أقص يدي من هنا لو عمرك 29. قصي مجنونة طيب أنت؟ يا اختي. مستحيل 29، أحس 20 19 حولها. حبيت مستحيل 29، لا أحس كذا والله والله مواليد 19 دوبها 1900 دخلت. والله مرة يبان أصغر. مستحيل. فلاتر. أنا كم تعطيني عمر؟ أعطيس عمري كله. أوب 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 أوب. لا 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 لا، ما أتوقع أنا. مين يا بيبي؟ حتى لا أعرف أقول كلام حلو. والله بخير لوس تمام. نفسي عادي أسميك أم التيك توك كذا، أحسك الأم. أنا عجوزة. ما له صلاح، في أمهات أعمارهم 18. لا كذا من الوعي، يعني شفتي كيف الأمهات واعيات؟ أنتي أم هديل، عشان كذا حنونة. سبحان الله. يا بنت الحلال، تدرين أنا يعني طريقتي في التربية، عندي ولد عمره 8 سنين وبصير 9 وخلاص رجع بجوزه. عاني أنا لجيت أتفاهم. 9 وتزوجي؟ إيه تزوجي حبيبتي، العلم تتطور. عاني وين عنك حقوق الناس؟ وين عنك حقوق البشر؟ نايمين بعدين ورعي جايبتها انا بكيفي، تعبانة عليه ايش دخلهم هم يحكمونه، انا اللي حكمه. وش اللي تعبانتين عليه؟ انا وربي ايش صغير ترى عمره تعبانة. انت 9 جبتي حرام. ورعان؟ ما جبتي ورعان زوج؟ ما جبتي ورعان؟ لا تتكلمين عن الحمل، انت ما تدري. حتى لو ولدك ظناكي من لحمك وشحمك تقومي ايه تقولي بس بزوج زوجة ب9؟ عشان يتكاثر ما يمنع طلته في النار. صغير عمره 9 يا نا. 9 سنوات ولا 19؟ اسمع بسوي له زواج، بخطب له واحدة من الروضة، بسوي له حفل امهات. يما يا رب تمزحي، يا رب يا اكيد روان تمزح. مستحيل. يا ربي ليش قفلتي خير يا روان؟ قفلتيها في وجهي. انا كنت ابغى كنت بخطبك لولدي. انا اصير له جده ولا ايش بالضبط؟ ماني فاهمه. تبي ربي يعني ذكي برجي اكمل باقي التربيه اللي انت ما ربيتيها.